السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ديالنا اليوم إن شاء الله غادي نشوفو النقطة الرئيسية الرابعة اللي عندنا، اللي هي لو طابلو دو كارنوف اي سامبليفي لي زيكواسيون دي زوختي. هنا الخوت عندنا جوج ديال البارتيات اللي خصنا نعرفوهم، اللي هما خصنا نعرفو كيفاش نتراسيو هاد لو طابلو دو كارنوف وكيفاش نعمروه. تاني حاجة خصنا نعرفوها اللي هي كيفاش نخرجو ليكواسيون ديالنا مبسطة من هاد طابلو دو كارنوف. اوكي، هاد جوج بارتيات اللي عندنا خصنا نعرفوهم. هنا غادي نديرو واحد ليكزومبل. عندنا هنا في هاد المثال واحد طابل دو فيريتي، غادي نحاولو نشدوه ونديروه في دياغرام دو كارنوف. هنا كما قلت لكم، اول حاجه اللي خصنا نعرفو هي كيفاش زعما نتراسيو هاد دياغرام دو كارنوف. الطريقه اللي كنديرو هي كنشوفو عدد ديال لي لين اللي عندنا فهاد الطابل دو فيريتي، بحيث هنايا عندنا مثلا عندنا 8 4 8. دونك فهاد الدياغرام دو كارنوف غيكون عندنا فيه 8 ديال الخانات، مفهوم؟ هادي بتكونوا درتوها في القسم. المهم هنا كتذكير اش كنديرو، كنرسمو 8 ديال الخانات وكيكون عندنا هنا 0 0 او هنا 0 1 وهنايا فهاد جوج ديال الخانات كنديرو لهم العكس، يعني كنديرو 1 1 عاد كنديرو 1 0. وهنا باش نشير لكم لواحد النقطة، شنو هي؟ هي أننا كنكونو كنحاولو أن من هاد الأرقام اللي حداهم كنحاولو دائما نغيرو واحد الرقم، واحد الفاريابل يكون كيتغير. باش تفهموني، هنا مثلا عندنا 0 هنا بقى عندنا 0، هنايا كان عندنا 0 هنا ولا عندنا 1. شتو؟ يعني واحد الرقم اللي تغير، هذا بقى كما هو وهذا تغير. من هنا لهنايا كنلاحظوا ان ان بقى هو ان، وهنايا الزيرو هو اللي تغير، يعني واحد تغير واحد بقى. ومن هنا لهنايا كنلاحظوا ان ان بقى هو ان، وهنايا ان تغير ولا زيرو، فهم؟ يعني كنلاحظوا ان من بلاصه لبلاصه كيكون كيتغير عندنا واحد الفاريابل ولا واحد الرقم. اوكي، ماشي بحال الا درنا هنايا، الا درنا هنايا ان زيرو، هذا كعلامه باش تكونوا تردوا البال الا جاب الله غلطوا ونسيتوا ودرتوا ان زيرو هنايا. هنا اش كيكون عندنا؟ كيكون عندنا زيرو ان، الا درنا هنا ان زيرو اش غنلاحظوا؟ غنلاحظوا ان زيرو ولا ان وان ولا زيرو، يعني بجوجهم تغيروا. وهذه الفكره مهمه الا بغينا نخرجوا، الا بغينا نخرجوا ايكواسيون مبسطه، مفهوم؟ بالنسبه لهنايا كنديروا هنايا زيرو وان، وبالنسبه وسي لهاد لي فاريابل، هاد لي فاريابل اللي كنديرو هنايا تاع لونطري، اش كنديرو؟ كنديرو من الارقام الكبار حتى الارقام الصغار، يعني كنديرو الرقم الكبير اللي عندنا هنايا في هاد الطابلو دو فيريتي. عندنا الرقم الكبير هو ديال ا، لين اللي فيها ا، يعني هنا كيكون عندنا ا. اللي حداه هو بي، عاد من بعد كنديرو سي. حيت هاد الفكره كيقولوا لي الدراري بعض المرات شنو هي الحاجه زعما اللي غادي نديرو باش نعرفو باش غادي نبداو بهنايا، واش غنبداو باش غادي نبداو، واش غنبداو من هنا لهنا ولا نبداو من هنا لهنا. كنبداو دائما بالارقام الكبار، مفهوم؟ كنبداو بالارقام الكبار، يعني كنديرو ا بي عاد كنديرو سي، مفهوم؟ وحيت بعض المرات عاوتاني شنو كيكون في بعض التمارين يكون مثلا عندنا هنا هو اللي فيه ا وهنا فيه بي وهنا فيه مثلا سي، اشنو غادي نديرو؟ غنبداو بالارقام الكبار، يعني غنديرو سي عاد بي عاد هنا غادي نديرو. متفقين؟ هكا الخوت كيفاش كنديرو حتى كنتراسيو هاد الدياغرام دو كارنوف. وبالنسبه باش كنعمروه بسيط، اشنو كنديرو؟ كنجيو كنشوفو هنايا ا بي عندنا فيها 0 0، فين كاينه في الطابلو دو فيريتي؟ كاينه هنايا ا بي هنا 0 0، سي فيه 0، سي فيه 0. فهاد التقاطع بين هادو وهادا شنو عندنا؟ عندنا في لاسورتي ديالو ان، كنجيو كنديروها ان، يعني عندنا 0 0 0 فيها 1، 0 0 0 فيها 1. بالنسبه للحاله السطر الثاني اللي عندنا 0 0 1 فين كاينه هنايا؟ كاينه 0 0 والسي فيها 1، اشنو هو؟
في التقاطع ديالهم كاين فيه ان، دونك كنديرو هنايا ان، وغادا شفنا كنديرو سطر ب سطر بسطر. يعني هنا 0 1 كاين في ابي، ابي فيها 0 1 مزيان، سي فيها 0، ها سي فيها 0، دونك في التقاطع ديالهم اش كاين؟ كاين كاين 0. بينو السطر الاخر اللي عندنا 0 1 1 0 1 1 فيها 0 مزيان. بالنسبه للاخرى عندنا 1 0 0، يعني ابي خاص يكون فيها 1 0، هي ابي فيها 1 0 والسي فيها 0، السي فيها 0. اشنو عندنا هنا؟ عندنا 0 مزيان. اشنو باقي عندنا؟ عندنا 1 0 1، عندنا 1 0 1 فيها فيها 0. تري بيان. من بعد اش عندنا؟ عندنا 1 1 0، هنا كاين 1 1 0، اش كنديروا فيها؟ عندنا فيها 1 اللي هي هادي. من بعد عندنا 1 1 1 اللي هي هادي 1 1 1، التقاطع بيناتهم كاين فيه كاين فيه 1 لا صورتي يعني 1. وهكا كيفاش كنديروا الخوت باش كنحطوا لي فاريابل ديالنا في الدياغرام دو كارنوف. هنا واحد العلامه شنو كنلاحظوا؟ حيت بالممارسه غادي تولي كتلاحظوها. شنو هي؟ هي يعني ملي كنجيو كنطرسي كنعمرو باغدون كنبغيو نعمرو هاد الدياغرام دو كارنوف، شنو كنديرو؟ كنجيو كنديرو هاد الفاريابل الاول الثاني هنايا، فاريابل اللي تابعو هذا وهذا كنديروهم هنايا. من بعد ملي كنوصلو لهنايا باش نديرو هادو كننقزو، كنجيو لهاد اللي فيه 1 0 فهمتوني، كنجيو لهذا اللي فيه 1 0 وكنكملو عادي، كنديرو 0 0 ديالنا هنا، من بعد كنديرو 1 1 هنايا. يعني كنعمرو هذا عاد كنعمرو هذا عاد كنجيو كنعمرو هذا، اي في الاخير كنديرو هاد الكولون تا هو مفهوم. دابا غادي نحاولو نجبدو ايكواسيون ديالنا مبسطه من هاد دياغرام دو كارنوف. بالنسبه لهاد ايكواسيون دو سورتي الى بينا نخرجوها من هاد دياغرام دو كارنوف، كنديرو دائما واحد طريقة اللي هي كتسمى بدي جروب مجموعات، وهاد دي جروب كيكون فيها دائما مكونة اما من رقم واحد، اما مكونة من جوج ديال الارقام، اما مكونة من اربعة ديال الارقام، اما 8 اما 16، المهم كيكون فيها جوج اس ان فهم. اما كيكون فيها واحد الرقم، اما جوج ديال الارقام، اما 4 اما 8 اما 16، المهم كما قلنا جوج اس ان. وخصوصا وخصوصا حنا في هذه الامثله اللي كنكونوا خدامين فيهم كيكون عندنا الماكسيموم هو 16، هذه كاع في حاله الا كانت عندك شي حاجه بارفي، المهم كيكون فيها 16. هنا يا اخي ملي كنبغيو نديروا هاد دي جروب كنختاروا اما رقم واحد اللي كنركزوا عليه، والايكواسيون اللي كتخرج لينا المبسطه كتكون على شكل ديال سوم دو برودوي، واما كنختاروا رقم صفر هو اللي كنركزو عليه، وليكواسيون اللي غتخرج لنا فيه شنو هي؟ برودوي دو سوم، فهمتيني؟ حيت قلنا برودوي دو سوم مرتبط بالصفر، وسوم دو برودوي مرتبط بان. غير هنايا اللي كنكونو كنخدمو بيه كنخدمو بيه غالبا هو ديال ان، ديال سوم دو برودوي فهم. هذا هو الاكثر استعمالا، وهو اللي غادي نحاولو حتى حنايا نحاولو نركزو عليه، متفقين؟ باش يكون التركيز ديالنا حنا تكونسونطراو على واحد الحاجه اللي غادي تخدموا بها في لي زيكزام ديال فان دو فورماسيون. هنا كما قلت لكم كنديروا دي جروب، غادي نحاولوا نديروا دي جروب. كنلاحظوا ان عندنا هنايا كاين ان حدا ان، يعني عندنا هنايا جوج ديال الارقام كاينين في هذا الجروب، وكنلاحظوا السي كاين عندنا هنايا ان واحد اخر حداه واحد ان، يعني عندنا جوج ديال الارقام كاينين في هذا الجروب فهم. حنا غادي نحاولوا نديروا امثله اخرين باش نحاولوا نشوفوا كاع الحالات الممكنه تقريبا. هنا بالنسبه لهنايا الا بغينا نخرجوا ايكواسيون ديال هذا الجروب، مثلا غادي نسميوه جي ان، اش كنديروا؟ كنشوفوا الفاريابل اللي ما كتغيرش، يعني الرقم اللي ما كيتغيرش بالنسبه ل ا و بي في هذا الكولون. اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا ان راه هذا راه هو اللي كيتسمى ا، كفكره اسمح لي، هذا راه كيتسمى، هذا كيتسمى ا وهذا بي،
وهذا اللي هنايا كيتسمى ب أ، وهذا ب بار. دابا كنختارينا ونخدمو ب أن، فهم؟ يعني أن كيكون كيخلي كيعني أن الفاريابل كيبقى كما هو، وبالنسبة للزيرو كيعني أن الفاريابل كيولي بار، فهم؟ بالنسبة لهنايا هذا اش كيعني؟ كيعني كاين عندنا أبار ب، وهذا كيعني أبار ب بار، متفقين؟ بالنسبة لهنايا كيعني هذا السي بار، وهذا كيعني السي. كما قلنا اش كنلاحظوا في هاد الكولون؟ كنلاحظوا ان ا و ب بقاو كما هما، وبالنسبه لهاد السي كنلاحظوا كانت في الاول زيرو وهي تولي ان، يعني كانت السي بار وفيها السي، يعني تغيرت من هنايا لهنايا تغيرت، اما من هنايا بقى، اما بالنسبه لهذا بقى كما هو، بالنسبه لهادو تغيرت بالنسبه للسطوره، كان زيرو وفيها ان، زيرو و ان متناقضين، فهمتوا؟ اي جوج متناقضين كنحيدوهم، بقاو كما هما كنخليوهم، داكشي اللي عندنا هنايا. يعني ان هاد ليكواسيون ديال هاد الجروب غادي تكون هي ا مضروبه في بي، هادي ليكواسيون صغيره عقلتو، ا مضروبه في بي. بالنسبه ليكواسيون الثانيه باش زعما نديرو ليهم في الاخير نديرو ليهم سون دو برودوي، هادي برودوي يعني في الاخير نديرو ليهم سون دو برودوي. بالنسبه ليكواسيون الثانيه اللي هي اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا عاوتاني بالنسبه لهاد بيلين عندنا تغيروا، يعني كانت زيرو ولات ان، كانت صفر ولات سي، متناقضين، يعني هذا مشى سي مشى. بالنسبه الكولون عندنا ابار وبيبار بقاو، يعني غادي يكون عندنا هنايا ابار مضروب بي بار، وفي الاخير يعني ان ليكواسيون المبسطه ديالنا غادي تكون هي اس كتساوي ا مضروبه في بي زائد ابار مضروبه في بي بار. وهذا هو الريبونس ديالنا اخوتي ديال هاد ليكواسيون المبسطه. اوكي يلا في الفيديو المقبل ان شاء الله راه غادي نحاولوا نشوفوا واحد المثال اخر ديال الا كان عندنا طابل دو فيريتي فيه 16 لين، اي ابري غادي نديرو تمارين متنوعين على هاد الدياغرام دو كارنوف باش نحاولوا نميتريزيوه مزيان ان شاء الله. يلا اخوتي شكرا على حسن المتابعه ونشوفكم في فيديو مقبل ان شاء الله. ما تنساوش عفاكم تضغطوا على لايك، راه حيت مهمه تكون بيني وبينكم، حيت بصراحه كنبغي نعرف بلي زعما واش هاد لي فيديو اللي كنعطيكم وهاد الكور اللي كنعطيكم زعما واش كتفهموهم، فهمتيني؟ باش الا كنتي كتفهم الا كنتي كتفهموا اعطيني عليه لايك، الا كنتي ما كتفهموش قول لي اخويا راه ما كنفهموش ودير عليه كاع ديسلايك ماشي مشكل، فهمتيني؟ ما عنديش انا اشكال، غير هو من واحد الناحيه من الافضل يكون الانسان شويه ظريف واخا. وحاول مثلا ما عجبتكش شي حاجه في الفيديو قولها لي في كومونتير باش نحاول نطورها لكم في الفيديوهات المقبله ان شاء الله. سمعتي اخويا؟ عافاك اخويا الا كان كل فيديو كتحاول تشوفو حاول تعطيني فيه رايك، يعني الا كان كيعجبك وكنتي كتفهمو باهم الا كنتي كتفهم فهمتيني دير لي عليه لايك، ما كنتيش كتفهم ما بغيتش انا لايك، دير لي ديسلايك ما بغيتش اسيدي غاكم دري دير ديسلايك ولا عرفت شنو غادي دير، اعطيني عليه كومونتير قول لي ودي راه فين كاين مثلا هاد الحاجه ما فهمتهاش ولا هاد الحاجه ما فهمتهاش مزيان فهمتيني باش نحاول نوضحها لك حتى انا اكثر، حيت الهدف ديالنا في هاد القناه ان شاء الله شنو هو؟ هو نحاولوا نعاونوا خوتنا المغاربه يضربوا اعلى معدل ممكن باذن الله فهمتيني، وما توفيقنا الا بالله. يلا اخوتي شكرا على حسن المتابعه ونشوفكم في فيديو مقبل ان شاء الله. كان معكم اخوكم الياس موزوني من قناه نيرو اكاديمي، وما توفيقنا الا بالله. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاه الله واله والاحبه. لا اله الا الله محمد
رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبات.